يا هلا مشاهدينا. ارتبط العمل التطوعي ارتباطا وثيقا بكل معاني الخير والعمل الصالح عند كل المجتمعات البشرية منذ الأزل، وذلك باعتباره ممارسة إنسانية، ويمكن الكويت هي اللي تعتبر من البلدان السباقة في هذا المجال، والحمد لله. الحمد لله، من زمن بعيد ترسخت في وجدان أبناء هذا الوطن قيم التراحم والتكامل بين مختلف أبنائه، وبرزت هذه القيم في العديد من أعمال الخير والكثير أيضا من المشروعات التطوعية اللي زادت وتضاعفت على مر السنين، وزاد عدد المنتمين والمشاركين فيها. واليوم احنا معنا فريق حياة التطوعي، وضيوفنا بالاستديو الشيخ خالد القصار، إمام وخطيب ومستشار وعضو فريق حياة، وكذلك الأخت فاطمة عبد الجادر مديرة تنفيذية لفريق حياة. مساكم الله بالخير وحياكم الله معنا في سيارة. الله يبارك فيك. حياكم الله. احنا عندنا تقرير بنشوفه معاكم، وبعدين يعني نبتدي حلقتنا ونتكلم أكثر ونسهب عن فريق حياة وأعماله أيضا. نشوف هذا التقرير وراجعين. فتباركت في كل سنبلة مئة، هذه ثمار عطائكم قد أينعت، هذه ثمار عطائكم قد أينعت. بشرى لكل المنفقين ذوي العطاء، لا تنقص الصدقات مال الأسخياء. بشرى لكل المنفقين ذوي العطاء، لا تنقص الصدقات مال الأسخياء. هيا فينا ما في كل سنبلة مئة، والضعف من السماء لمن يشاء. هي فينا ماء في كل سنبلة. يا هلا فيكم مشاهدينا. نرجع مع الشيخ خالد القصار، مستشار وعضو فريق حياة التطوعي، وأيضا الأخت فاطمة العبد الجادر مسؤول الفريق. يا هلا فيكم مرة ثانية. شيخ، بس حبينا نتعرف أكثر عن الفريق، فريق حياة التطوعي، ومتى إن شاء الله يتنفذ هذا المشروع في الخارج؟ طبعا فريق حياة التطوعي هو فريق تطوعي، مجموعة شباب رجال ونساء تعاهدوا على فكرة اللي هو إنشاء فريق، وهناك في سر اسم باسم الفريق لخدمة القضية أو إغاثة يعني إخواننا السوريين. جميل. لأن إحنا شفنا ظاهرة في الكويت ما شفناها في أي مكان، إن تروح مثلا في بالطيارة في بالأردن ولا في رايح بيروت تشوف مجموعة وين رايحين، قالوا إحنا رايحين ودي إغاثة أو أموال أو حق هذا حق لا. فشيء بعدين يعني شيء يعني من شباب مختلف الأعمار، رجال نساء، ها ففزعت أهل الكويت صراحة في الأزمة السورية كبير يعني كبيرة، وبالفعل تسجل يعني. فإحنا سمينا نفسنا بدال لا نكون شكل أفراد، الأخت جزاها الله خير الأخت فاطمة العبد الجادر شكلت العمل الفردي ما ينفع اليوم، فشكلت مجموعة من يعني الأعضاء، وقمنا قلنا شو نسمي هذا، خلينا نسميه فريق، ونعني بفريق ان تعرف احنا واحد زائد اثنين نعطي خمسه نعطي سته مجموعه تعطي، فسمي بهذا الاسم، وما شاء الله يعني بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل جهود القائمين بالاخص الاخت فاطمه ام علي، يعني انجازاتنا تعد كإنجازات اللجان الخيرية الكبيرة بفضل الله سبحانه وتعالى. الحمد لله وتفاعل الناس أيضا. نتكلم أكثر إن شاء الله عن هذا الفريق، ويعني إذا كان متشعب، بس من خلال هذا التقرير اللي شفنا كروكي يعرض لي قرية
قرية حياة وفيها فرجان، ودي تكلميني عن هذا المشروع اللي تبي تنفذونه ووين تبي تنفذونه إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبي رسول الله. شكرا لهذه الاستضافة الكريمة. احنا نفخر في فريق حياة التطوعي لهذا المشروع. بفضل الله احنا سوينا كذا مشروع، لكن هذا المشروع له بصمة كويتية. واحنا يعني دائما في السديري مالنا حاطين علم الكويت، بحيث ان لما احنا نمشي الكل ما يقول فلان وفلانة وفلانة، احنا نتخندق وراء الكويت، فالكل يرفع ايده ويقول الله يحفظ لكم ديرتكم. رحنا أبعد من ذلك، قلنا ننشر البصمة والهوية الكويتية، فسوينا قرية. إحنا كنا بنسوي بصراحة، شنو قصة القرية؟ نسوي مخيم قبل لا تنزل العاصفة. طبعا في منخفض جوي في الأردن ولبنان وسوريا وأثر على جميع اللاجئين. صحيح. قبل المنخفض الجوي إحنا كان ودنا نسوي مخيمات، لأن إحنا ندري إن بشهر 11 و12 يبدي المطر الغزير والخيام ما توفي، ندري إن العام صارت عاصفة الثلج مترين فتغطي الخيمة. صحيح. فكان يقول لنا جزاه الله خير الشيخ حسام الغالي في لبنان اتحاد الجمعيات الإغاثية، إيش رأيكم تسوون مخيم كامل خيام عازلة؟ قلت له أوكي. عرضت الفكرة على متبرع، كان يقول إحنا نبي نأخذ مخيم كله. قلت أوف. قال لي أعطيكم $100,000 سوى مخيم باسمي، زين في عوائل ثانية تبي تعطينا؟ كان يقولنا لا سووها قرية وحطوا مخيمات. هذا الشيخ حسام. كان يقولنا لا مو مخيمات. كان يقول لي أحياء. قلت له لا فرجان. يقول لي شو؟ قلت له فرجان، فريج كويتي. سبحان الله تفازعوا العوائل. احنا قبل لا ننزل الكروكي، الكروكي خذ منا من المخطط الهندسي جزاه الله خير الأستاذ بادي البادي، سوالنا إياه 3 أيام على ما يرسمه، لأن إحنا خذينا الأكشوال سايز مال القرية. حتى إحنا بفضل الله ما نقول شيء غير مطبق في الواقع. بالضبط 10,000 متر مربع الملكية خاصة لنا الحمد لله. فخذينا الأكشوال سايز حق الغرف، كل غرفة 4x4. راح يكون بناء رسمي يعني؟ بناء سميت. مو مخيم. لا لا بفضل الله. بناء يعني، عشان كذي هو شوية الكوست ماله مرتفع. كل فريج يحتوي على 10 غرف، كل غرف غرفة تكفي 6 إلى 8 أفراد. فالفريج الواحد يسكن من 60 إلى 80 نفر. قال لنا الشيخ حسام إن الترخيص مال البلدية خذوه حق 8 فرجان، ويصير عندي 6 فرجان ويتنج ليست. والكويتيين زمان الله خير احنا نبي نبني. طبعا كل واحد بفضل الله يبي يخلد اسم امواته. انا شفت يعني ترى شفت العوايد، شفت فريج الايوب، فريج يمكن فريج الخنيني، رويح عبد الجادر، دوانية العبدلي، دوانية الشيخ شيخ بروحه سوى فريج ما رضى ينحط القصار. يعني هو شوف يعني هو ترى اسم الفريق او اسم الفريج لا لا إيحاء. نعم. الفريج إحنا ترى لو شوفون أصلها اسمه اسم إحنا قلبنا الفائلة جيم، هي فريق. هي فريق. هي فريق. نعم. فأنا حبينا بالفعل إن نأكد أن فرجان الفرجان الكويتية أول معروفة. نعم. بإيش؟ باللحمة. صحيح. تعازف. اللمة. باللمة بكذا. وهذا هذا هذا هو المحور أو والإيحاء اللي كان بودنا صراحة. نعم. إنه ينطبع في هذا المشروع. ماشي. سواء بالنسبة لنا احنا ككويتيين. تمام. وبالفعل هذا اول مرة احنا نشوف، احنا العادة التبرع يكون فردي، اي واحد يقول لك هاكم المبلغ الفلاني، هاكم المبلغ الفلاني. صحيح. لكن ان تي عائلة تقول تعالوا ان احنا نبي نسوي فريج كامل من 10 بيوت. ها. فصراحة دكان شيخ، سوينا دكان ومستوصف. تمام. يعني قرية قرية حياة الكويتية القديمة ومدرسة. وحبينا نحط عليها البصمة الكويتية. البصمة الكويتية فريج كذا. وزاهم الله خير العوائل، اكو عوائل يعني زاه الله خير كلهم على خير. ان تبدوا الصدقات فنعم ما هي. يعني اللي قال انا سموا الفريج باسمي. تمام. العبدلي، الأيوب، العبد الجادل، الرويح، عسى إن شاء الله ما ننسى أحد. تمام. الضيف. والضيف. ها. واللي البدر. واللي 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 قالوا لا والله إحنا خلوها سووا أي سموا أي وإن تخفوها فالله سبحانه وتعالى يعلم. ها. صحيح. فلكن هاي بصمة أهل الكويت. شيخ وين وصلتوا بهذا المشروع؟ شنو أنجزتوا؟ إحنا طبعا كان صراحة يفترض إن يعني هالشهر هذا اللي هو 12 أو آخره نستلم. يعني لكن استلموا القرية كاملة، استلم القرية 10,000. تمام. في آخر الشهر كان مفروض أن
بس الأجواء يعني والجو والعوامل الجوية ما ساعدتنا. العاصفة الثلجية وقفت وكذا وكذا. وعاد إحنا الحين إحنا الفريج قائم ولازم نسوي شيء. فوجدنا على قولتهم خطة بي بلان بي اللي هو خيام مؤقتة. خيام مؤقتة بس مو الخيام هذه معزولة. لا معزولة وبنيانها من تحت. من تحت خشب. اسمنت وجوانبها خشب وفوق فقط بس بحيث انها تمنع المال. نعم. الماي والحاجات هذه بس على اساس ان نبي هاللي قاعد نشوفهم هاللي قاعد يموتون. صحيح. يعني مو وقت ينطرون احنا. صحيح. البنيان ياخذ شهر. ولان احنا بديتوا شوي متاخر يمكن ما لحقتوا تخلصون المشروع قبل الشتاء. احنا بدينا ببدايه الشتاء لان الفكره جتنا يعني متأخر. على الاوضاع. فبس الحمد لله البلان بي كان موجود وسوينا الخيام والخيمات مو بس احنا وجميع والله الفرق. كثير من الفرق جزاهم الله خير نروح نلقاهم. تشوفين طالع الطيارة الأردن ولا سديري ليان ولا سديري إنساني الرحمة ولا الرحمة ولا البنيان بفضل الله هذا متنافسين تنافس على الخير شيء يثلج الصدر وناس ما عندهم لا ما عندهم لا يشتغلون تحت أي لجنة بروحهم صحيح. أنا أول ما صارت من سنتين العملية رحنا إحنا مجموعة شباب رحنا وصلنا إلى الحدود سورية إنزين وقدمنا المساعدات حقهم في على حدود طرابلس وادي بني خالد وايضا رحنا في ارسال كانت جهود شخصيه يعني. كانت جهود شخصيه بس اليوم صراحه الوضع في سوريا ما يبيله مأساوي ويلا يعني احنا قاعد هذا جهد المقل هذا اللي نملكه احنا كافراد يبيله حكومات يبيله دول صراحه بس احنا حتى نبرئ ذمتنا امام الله سبحانه وتعالى لازم نسوي شيء. نعم هذا المشروع إن شاء الله راح يكون في منطقة عرسال على الحدود اللبنانية السورية. نعم. أعتقد قرية واحد والحين إحنا لقينا لنا أرض 11,000 متر قرية اثنين لأن جميل. نفس عدد المخيمات إحنا هذا راح تشمل كم هذا مخيم؟ خذينا إذن بعشر فرجان. نعم. الثاني أتوقع ماكسيموم ثمانية. يعني مع أن المساحة أكبر المساحة أكبر بس التراخيص من البلدية شوية صعبة فإحنا أنا أحب وايد أكون واضحة وشفافة معنا. السؤال على موضوع التراخيص من البلدية ما يحاولون يعني بما أنكم أنتم فريق تطوعي والعمل ما في يعني أرباح مالية هي أعمال إحنا ندفع من جيبنا أي أعمال إنسانية ترى نسافر كلها على حسابنا الله يعطيكم الف عافيه ما يحاولون يعني هناك يسهلون اجراءاتكم ويسهلون الامور يعني هذه الورقيه والرسميه الاردن السفير جزاه الله خير الدكتور حمد عي استقبلنا بالمطار جزاه الله خير الاردن جدا متعاونين لبنان الوضع متقلقل جدا شلون يعني لبنان وايد طبعا الحرب موجوده في لبنان يعني بطرابلس في قصف الوضع السياسي الوضع الامني بعد يلعب دور احنا لذلك احنا سيئة. الرجال هم اللي راحوا والشيخ خالد ب 25 شهر مع زوجي مع مديرنا المالي الاستاذ علي عبد الجادر رجال بس بيروحون لما احنا كنا بنروح قالوا لنا والله الفلوس يعني كون تاخذون وياكم فلوس وكاش ومبين كويتيين لا ريسك فاحنا النساء قعدنا نلتزم في الاردن اما الريايل زهم خير هم اللي راحوا يعني تحملون كبش الفداء يعني لا هي في لها ترتيب واحنا رايحين في جهود اغاثيه قاعد انه يعني اليوم شنو يعني غطاء الحمايه اللي ممكن يتوفر لكم ما تطلبون هذا ولا تروحون كذي والله يعني. احنا الحمايه الله سبحانه وتعالى ان للبيت ربا يحمي واحنا الله سبحانه وتعالى يعني ما راح يضيعنا انا دائما استشعر لما اروح واقول دائما حق الاخوان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته تخيل يعني أنا رحت بحاجة أخوي أسعى في حاجة أخوي تمام الله سبحانه وتعالى هذا يعني الإله القادر القوي القهار هو اللي راح يكون في حاجتك فلذلك إحنا يعني قاعد نبذل أسباب إن إحنا ما يصير لنا أي مشكلة وإحنا رايحين حق جهود إغاثية بحتة حق هؤلاء الأطفال اللي قاعد يموتون حق هؤلاء النساء اللي قاعد يتعرضون للاغتصاب والتشرد حق هؤلاء الشيبان الكبار من الناس اللي حق الناس اللي قاعد تموت يوع تمام يعني وهذا ديننا يعني هذا ديننا هذه النصرة وأن استنصروكم فعليكم النصر الله سبحانه وتعالى يقول يعني إذا الله سبحانه وتعالى يا جماعة أنا دائما أقول يعني هذا في خطبة من الخطب قلت إذا الله سبحانه وتعالى أكو واحد مشى قاعد يمشي بالشارع لقى غصن وشال الغصن ها
فرض الله سبحانه وتعالى صنيعه فادخل الجنه، فما بالك باللي يبني بيت حق العالم يضفهم عن هالبرد وكذا. تمام. اليوم لو مجموعه، يعني انا ذاك يوم اشوف هذا نيو جيوغرافي، اشوف ان الحكومه البريطانيه والحكومات كذا قاعده تعمل حمايه، والجيش قاعد يخاطر بنفسه علشان يحمون الافيال او الفيله ها من الانقراض. ها فعضلنا في بشر قاعد يموتون، يعني احنا اكثر من اكثر يعني من 100,000 قتيل، اكثر من تجمد. يعني اوكي ما يخالف قصف، وانتم تقولون سياسه ما نقدر نتدخل عسكريا، زين على الاقل من البرد. يعني هذا يعني هاي الامه المفروض كلها تنهض بصراحه. يعني في ناس وايد مثلا بالانستغرام، انا ماسكه الانستغرام، لا بعد قلبي يبكون من المنشن عندي 25. قلت سامحوني يعني لا تبكون، كل واحد طلع لي 10 دنانير انا بخير. نعم. يعني الفعل ابلغ من الكلام. طب اخت فاطمه، يعني مع وجود الكم الكبير من يعني المجموعات التطوعيه، صاروا الناس شوي يتخوفون ان اذا تبرعوا بمبلغ معين ممكن ما يوصل لصاحب الشان نفسه. صح. فاليوم الناس لما تتبرع لكم شلون تتاكد ان المبلغ راح؟ او في ناس قاعد تواجهكم تسالكم نفس الاسئله هذه؟ طبعا هم من حقهم. اختي احنا عمرنا 5 أشهر ما دخلنا بالسادس. على قولتهم نزلنا السوق متاخر. يعني احنا غير معروفين، خلينا نقول من اللي بدوا من بدايه الازمه صار لهم 3 سنين، فهم كونوا اسم. نعم. صح في السوق الخيري. انا يعني عندي يقين وقناعه ان الله عز وجل يطلع على النوايا. انا قاعد هيني في بيتي مبالغ كبيره جدا، واحده من الناس دقت علي قالت لي انا ابي اتبرع بزكاه. قلت لها حياك الله كم؟ كانت تقول لي 9. كان اقول لها اعذريني اختي انا اقل من 100 ما استلم، لاني فاتحه بيتي. وتقدرين اونلاين لو دينار تتبرعين، بس بيتي استقبل من 100 فما فوق حتى ما يصير يعني. كانت تقول لي لا اختي 9000. قلت نعم. كانت تقول لي 9000. قلت لها خير ان شاء الله، ما تعرفني ما اعرفها. كانت تقول لي شوفي انا زوجي قال لي انت من صدقش بتعطين هالانسانه هذه؟ ترى كان عمرنا شهر في رمضان، 9000 دينار كذي انزين يعني. كان ما عندنا فواتير احنا. نعم. بفضل الله بعدين سوينا وقفيه ومسجله في وزاره العدل. جميل. ومرخصه. الحين بقول لكم مفاجاه عقب التقرير ان شاء الله. اليوم بعد في شيء حلو صار، قلت حق الشيخ، فقالت لي انا ادري ان غلط اللي قاعد اسويه منطقيا غلط. اعطيك 9000 وانا ما اعرفك، بس انا احس ان انت ثقه. بفضل الله بفضل الله اسماء الفريق معروفين احنا منو، يعني بنت الشيخ عجين النشمي، بنت الدكتور محمد جار الله، بنت مساعد عبد الجادر، احنا معروفين بالكويت منو؟ ان شاء الله تكونوا اهل ثقه. ها رقم واحد. رقم اثنين مشكلتهم معظمهم بنات. احنا الفريق النسائي، بعدين دخلنا ريايل. كان نسائي 3 أشهر، بس حسينا بصراحه بصراحه ان لا ننفك عن اخواننا الرجال. تعتقد انها مشكله شيخ؟ والله شوفوا دائما من بطون المشاكل تولد الافكار. جميل. ترى الله كريم مقبوله. لا والله يعني المراه يكفي ان الله يكفيها شرف ان الله سبحانه وتعالى في ديننا سمى صوره باسمها النساء. صوره النساء. ويكفي ان الله سبحانه وتعالى شرف حق المراه. تاريخ الإسلام يا أخي يعني يشهد بوقوف النساء في أحلك يعني الظروف. يعني مريم ما سمى في في يعني في إبراهيم، بس مريم أيضا يعني كرمها الله سبحانه وتعالى سمى هالاسم. فإزاهم الله خير بالفعل. البداية في فريق حياة كانت نسائية. نعم. تمام. واحنا قاعد نحاول الان نسوي توك اوف تيك اوفر عليهم نصير يعني وخير الرجال يعني خرجوا من بطون النساء. صحيح. انا بس اكمل لك ان بفضل الله قاعد تجينا مبالغ هائله وكبيره. ايضا بفضل الله هذا الشيء يعني للشفافيه نقوله، نحن نطلع 97% من ايراداتنا، 97%، وهذه يعني مبلغ وايد كبير. بالكوارتر الاول لتبرعاتنا وصلنا 250,000 دينار. الآن كل شيء موثق بفضل الله، الآن كل شيء بفواتير، والحمد لله يعني كملنا وكنا فعلا أهل لثقة أهل الكويت. طبعا قاييني أنا اتصالات من السعودية والإمارات. أنا أبي أعرف المفاجأة اللي أنت خشيتيها بس بعد التقرير. نشوف التقرير ونرجع نسألكم عن مفاجآتكم إن شاء الله. آه 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 آه
خير أنبتت سبع سنابلها وأيديكم رعت يا حبة في أرض خير. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مؤمن الكربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. من هو أنت يا عبد اللي تكون في حاجة أخوك الله يكون في حاجتي؟ هذه ثمار عطائكم. من واحد إلى واحد، من واحد إلى واحد إلى واحد. وأنا هذه مكتوب عليها اسمها هذه العجوز سبحان الله، وأنا قاعد أشوف اليوم فلوسي شفت صدقتها محطوطة تمام، فقلت سبحان الله الله يبيها. الزيارة كانت حقيقة جدا جدا رائعة، تعلمنا منها واستفدنا واطلعنا على أحوال اللاجئين السوريين في الأردن. حقيقة كانوا على شكل أشكال مختلفة، في منهم جرحى، في منهم مجاهدين، في منهم أيتام وأرامل، وحقيقة شفنا حالات كثيرة صعبة جدا جدا. من رب السماء لمن يشاء لمن يشاء. طيب الله يجزيك خير، السلام عليكم. السلام عليكم. طيب اهلا وسهلا. فتباركت في كل سنبلة مئة هذه ثمار عطائكم. الحديث القدسي عن لسان النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يا عبدي إني مرضت فلم تزرني أو لم تعدني، فقال له فكيف تمر أو نعودك وأنت رب العالمين؟ الله أكبر. قال مرض عبدي فلم تزرهم أو لم تعدهم، لو أنك عدتهم لكنت قد عدتني. الله أكبر. أنا ذلك بالذي يقبل المريض ويسر على العباد. الحمد لله. جزا الله عنا إخواننا. الحمد لله. المتبرعين خير الجزاء. سلامها وأيديكم رعت يا حبة أرض خير أنبتت سنابلها وأيديكم فتباركت في كل سنبلة مئة هذه ثمار عطائكم قد أينعت. هذه ثمار عطائكم قد أينعت. قد كنت فعلا رحمة عودة لكم مشاهدين من جديد، ومع ضيوفنا في الاستديو الشيخ خالد القصار إمام وخطيب ومستشار وعضو فريق حياة، وكذلك الأخت فاطمة عبد الجادر المديرة التنفيذية لفريق حياة. وأنا يعني قبل لا أنتقل بالأسئلة يعني إلى ضيوفنا، شفنا يعني هذا التقرير وشفنا عمل الفريق التطوعي ويروح إلى المواقع اللي فيها ناس محتاجين. الرسالة اللي ودي أوجهها يعني قبل لا الواحد يفكر بملة اللي أمامه وبطائفة اللي أمامه، خلي يفكر بإنسانية، وخلي يفكر يعني شوية بروح الإسلام اللي حثنا على اللحمة ومساعدة الآخرين ومساعدة المستضعفين والناس اللي هي فعلا بحاجة إلى أن إحنا كبشر نقف معهم. عودة لك شيخ خالد، والتقرير اللي شفناه هذا والله نتكلم عنه. أنا أخوي علي يعني كلمتك هذه يعني أستحضر أيضا شيء. يعني الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل. نعم. تمام. لقت كلبا عطشان راح يحوم حول بير، راحت وفسخت خفها وخذت الماء وسقت هذا الكلب. نعم. تمام. فالله سبحانه وتعالى أدخلها الجنة وهي تعتبر عاصية، وهي عاصية لأنها روت عطشان، لأنها روت حيوان كلب عطشان، فما بالك الإنسان. فما بالك بالإنسان مهما كانت ملته، مهما كان مذهبه. الكلام هذه إنسانية يا جماعة، هذه إنسانية. واليوم المجتمعات صراحة، وإحنا الحمد لله كويتين نعتز بكويتيتنا هذه بجنسيتنا وهويتنا. الله سبحانه وتعالى يقول والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، وإحنا قاعد نشوف هذا الأمر اليوم. حتى الخبراء البنك الدولي محتارين أو غير متفقين إن اللي يعكس
ثقافة المجتمع وتقدم المجتمع ليس هو الدخل الفرد، وإنما قدر مساهمة الفرد في هذا المجتمع صحيح، وعطاء الفرد في المجتمع. تعالوا شوفوا في الكويت، احنا قاعد نتكلم عن الكويت على مستوى عالمي، الهيئة العالمية الإسلامية، الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وين مكانها؟ الكويت صحيح، أيام الشيخ جابر رحمة الله عليه. نعم. بيت الزكاة بالكويت صحيح، اللجان الخيرية بالكويت موجودة بكثرة. فلذلك سبحان الله، وهذا يعكس طبيعة هذا المجتمع. ترى يعني تفريج الله سبحانه وتعالى وحفظ الله سبحانه وتعالى لنا مو شوي صراحة في الأزمة العراقية اللي صارت. أنا ترى إنسان أسرت، ما خرجت إلا بعد يعني كنا بعد التحرير، كنا بين الحياة والموت، يعني ما في ولا في واحد فينا كان يعتقد. لكن اللي حفظنا يقولنا الصليب الأحمر وإحنا في الموصل، يقولون no way، ماكو، إذا يبينا ننقلكم ها ننقلكم بعد شهرين إذا، لأن كل شيء مسكر ولا نقدر ولا. لكن الله سبحانه وتعالى نقلنا، طلع الأكراد، صارت ثورة الأكراد في على صوبنا، على مخافوا أن يدشون علينا، يأتي السلطات العراقية زين والجيش العراقي شالنا من الموصل إلى وين الرمادي، خلاص مكتوب لك تطلع شيخ سبحان الله الحمد لله. هذه ألطاف الله سبحانه وتعالى صحيح. وهذا من كان في حاجة أخي كان الله في حاجته مضبوط. ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، احنا نقول حق أهل الكويت مو هم قصرين، لا حكومة ولا شعب، فرج الله عنه من كرب يوم القيامة. إذا الله سبحانه وتعالى بيفرج عني كربة من كرب يوم القيامة، هل يعني الله سبحانه وتعالى يبخل على عبده أن يفرج عنه كرب الدنيا؟ ما أعتقد الله سبحانه إن شاء الله يفرج كربكم. أنا شيخ بس من أجمل عفوا ما قاطعت أستاذة فاطمة، من أجمل ما سمعته منك أثناء الفاصل أثناء التقرير، أن في إحدى الرسائل اللي كنت تقراها أنت كانت مبعوثة من امرأة عجوز كانت دازة تبرعات يعني عن 3 أشخاص على ما أعتقد وبأسمائهم، يا ريت تسولف لنا القصة والمنو كانت التبرعات من هذه المرأة الكويتية. هذا الظرف اللي شفناه بالتقرير مساء ظرف عجيب سبحان الله تمام، هذا ترى من رمضان وهذه الإنسانة أو هذه المرأة الفاضلة العجوز كبيرة السن كل سنة ولما الأخوة الفريق حياة قالوا لي تعال سبحان الله، وأنا قاعد أرتب أقراضي كان أشوف الظرف ولا هذه كل سنة تعطيني 150 عن فلان و150 عن فلان و150 عن أختي أختها ها وزوجها وأخوها ها وبعدين زين 150 عن فلانها، فلانة الاسم غير متطابق مع العائلة أسأل نسيبهم أقول له مني فلانة، قال هذه عبدتهم عبدتهم. شنو هالمشاعر هذه؟ هذيل أهل الكويت ترى من أصل ثوب عنها قاعد تطلع المبلغ عن عبدتها يا جماعة تمام. أعتقد إن في الكويت، أنا أمس بشي يذكر قاعد مع عيالي وقال أيوبا شفت البرودكاست اللي واصل عن إن الكويت هي أكثر دولة قاعد تتبرع وتعطي في الأزمة السورية ثم بعد ذلك ما أدري أي دولة وكذا وكذا. والله يا أخواني مشاهدين ومشاهدات، إن وأنا قاعد أتكلم كذي جاتيني بنيتي تقول لي يبا هذا الظرف جميل. كم عمرها ما شاء الله الله يخليها لك بنتك. زين بنتي جايبة من أحد صديقاتها حلو، المبلغ 1040 دينار. قلت يا جماعة وهذا إذا بتشوفون تمام الفلوس داخل ها سبحان الله، وقعدنا نتكلم ولا التليفون يرن ولا واحد من ربع من زمان تمام، ها أبو أحمد شلونك عساك طيب، كان يقول أبو محمد من زمان ما شفتك تمام، أبي أشوفك، عندي أيضا شيك حق أهل سوريا. إحنا رفعنا شعار وحملتنا اسمها عطاؤكم دفنة، إحنا صراحة اليوم لما نأوي إلى طبعا عندنا برد ولما أنا صراحة أمس كتبت أيضا في تويتر لما أويت إلى فراش الدافئ وكذا تذكرت هالفقارة المساكين هل يهال وكذا، فعطاؤكم الحمد لله على كل حال والله يزيد تبرعات أهل الكويت يعني فيما يخص يعني الجوانب الإنسانية. أخت فاطمة يعني
أبي أعرف المفاجآت اللي عندك والقصص اللي ودك يعني تقولينها. إن شاء الله اليوم بفضل الله يعني إحنا دائما نفخر باستقلاليتنا كفريق شبابي. وايد يعني قاعد يقولون لنا انتوا ليش احنا يعني اسفه من كتين عليكم كت بفضل الله الله يزيدهم، لانكم انتوا تاخذون الفلوس تودونهم، ما في هذه الدوره الروتينيه وموظفين ومحاسبات وما الى ذلك. فاحنا اسرع على قولتهم باص كبير وسيكل السيكل يمشي بهذا. فاستقلاليتنا محافظين عليها، لكن حتى نضمن ديمومه العمل هذا واحنا نطرح الى المؤسساتيه والشفافيه اللي تكون اكثر حتى لو عندنا فواتير، احنا ضروري يصير عندنا مظله تحت وزاره الشؤون. وكنا ندور حاضن طيب وحبيب ويحتوي انطلاقتنا كشباب. جميل. لان احنا بصراحه ما نحب التقييد، عرض علينا كثير من الفرص لكن احنا عندنا شروط. فاليوم بفضل الله تم الاتفاق مع جمعيه عبد الله النوري الخيريه وراح نوقع معاهم بروتوكول تعاون، بحيث ان احنا ان شاء الله مو بس طبعا احنا اعمالنا الخمسة اشهر كلها اونلاين كلها باي نت، راح يصير لا والله ننزل جرايد حملاتنا، ننزل تلفزيون بفضل الله. هذا شيء وايد جميل ان احنا في السنه الاولى لمحين احنا ما خلصنا معكم بحملتكم التلفزيون. اي نعم جزاك الله خير. فهذا الشيء هاي مفاجاتنا فالحمد لله فضلا يعني انتم الداعي الخير كفاعله، فانتم ان شاء الله تاخذون اجر. احنا نعلن ان شاء الله راح نحط تليفوناتنا باذن الله، اتمنى على تحطون تليفوناتنا لان احنا الشيخ راح يروح مع وفد الشبابي عرسال 25/12 واحنا الوفد النسائي راح نروح واحد واحد. احنا وايد من الحين توجهين الدعوه والمشاهدين كلهم يعني يشوفون. بس انا بقول قصه اذا انا كم عندي تفضلي بشكل سريع قصه قصيره ان شاء الله. احنا كنا يعني دائما لما نسوي كفالات حق الايتام او الاسر او الجرحى يصير عندنا كشوف. نعم. ايوم بعض النساء اللي يتسامعون إن والله في ناس جايين من الكويت فيقولون لي أنا ما عندي اسمي مو موجود بالكشف فممكن تساعدونا؟ اي احنا غالبا نقول لا حتى ما نفتح باب للفوضى. شفت البنية المرأة بنية يعني أصغر مني بشوي وعندها يهال تعرفين المرة، فالشيخ كله يزفني يا أم علي ركبي الباص تبحتينا. قلت له يا أخي بس خلنا نسمع قصتها. سمعت قصتها سبحان الله حسيت يعني بيحسي الأنثوي إنها صادقة يبين سوري الجذب من عيونه. المهم عرفت قصتها وفعلا رجلها شهيد بنفس اليوم، أخوي أختي بنفس اليوم دق عليهم الكفيل قال لهم اعتذروني أنا ما أقدر أكفلكم بعد اليوم. تقول رجلي شهيد وأنا عندي خمس عيال وأنا بغربة، أنا بالأردن أنا سورية ما أعرف أدبر عمري يعني. كانت تقول يا رب ببركة زوجي صدقاته، يقول تقول أنا رجلي رجل خير صدقاته يسر لي عيال الحلال. هذا الحج هو يوم الجمعة الضحى احنا يناهم العصر. لما قلت لها اختي احنا بنفك فلت سنه جابت مرت اخوها بعد نفس الشيء شهيد، كانت تقول لي يا ام علي الله يخليك. قلت لها فعلت والله يعني على راسي بفضل الله كفلناهم سنه. قبل يومين انا كنت مريضه تعبانه اسبوعين انقطعت عنهم. ام علي ايش فيك؟ قلت لها والله فيني كحلت يا بصدري. يا ام علي احنا ندعي لك بكل صلاه، انا وعيالي شريت لهم كنزات واكل وناموا عيالي مدافيين اقسم بالله العلي العظيم لا الابره اللي خذيتها ولا الانتيبايوتكس اللي خذيته يعني طيبني. لو شايفه رسائلها بكل بساطه وعفويه حسيت انها بتطلع من التليفون تلمني. الله يكثر الله يكثر ان شاء الله خير اهل الكويت ويزيد تبرعاتهم الانسانيه اللي هم تليفوناتنا جزاكم الله خير. ان شاء الله الحين راح يحضر يمكن امام تليفوناتكم. اي والله انا يعني يا ريت تقولينها على الهواء. موبايلي مو هني بس عند الاخت المعده. مو حافظه الرقم؟ لا والله مو حافظه الرقم؟ لا الشيخ اذا عندك رقم معين ممكن على الهواء نقوله. انا اقول صراحه اصف اصف شيء اصف اصف يعني على ما نطلع سبعه ولا اتش لا حياه اتش اي واي اي تي اندرسكور 4 اندرسكور كيو 8 حياه فور كويت. هذا الانستغرام وتويتر حاطين احنا الهات لاينز ملوتنا. جميل. اتمنى بس انه الهات لاين تحصلين حصله بتويتر هذا تحصلين ايوه انا على ما شو اسمه انا انا صراحه يا ريت تقولين الارقام. اصف هذا المجتمع الكويتي بالمجتمع اللي الله سبحانه وتعالى وصف فيه المجتمع المدني وصف فيه اهل المدينه. نعم. الله سبحانه وتعالى يقول والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا هو المجتمع
العظمة ليس في الأخذ تمام، وإنما العظمة في العطاء. صحيح. وهذا ترى مو فقط إحنا عندنا المسلمين، عند كل الديانات. نعم. عند كل الملل والنحن الإحساس بالعطاء والسعادة بالعطاء أكثر من السعادة في الأخذ. الرقم نزل معانا على الهواء، اللي حاب يتبرع أو عنده أي استفسار يخص فريق حياة التطوعي يتواصل معاهم على الأرقام موجودة بالهواء. إذا نخلي الرقم شوية على أساس الناس بعد تشوفه. إيه أخت فاطمة إن شاء الله. الحين أنا بس بقول الرقم بعد النج أقل من دقيقة. هو موجود معنا على الهواء. إيه هو نفس الرقم هذا إن شاء الله. أنا بس أحب أوجه كلمة حق الكويت أهلها وأقول يا كويت زادك الله أمانا، يا بلادي رأس عز فارفعيه، بزغ اليوم كنجم في سمانا، مركز للعمل التطوعي، نخلة للخير تعطي وتجود، جذرها في الأرض وهي في نماء، هكذا شعبي من أيام الجدود، هذا كذا الكويت بستان عطاء. الله يحفظ الكويت. الله دائما الكويت تكون بستان عطاء، والكل يعني تفيق على العالم أجمع يعني بخيراتها. آمين يحفظها يا رب ويخلص أعمالنا. أشكركم الله يبارك فيك. يعني نشكركم والله على إعطائك الفرصة أو إنشاء فريق حياة التطوعي، يعني صار له 5 أشهر إن شاء الله يكون له العمر المديد. الله يبارك فيك. وأنتوا تستلمون هذه الأمانة وتسلمونها بعد اللي بعدكم، وإن شاء الله الكل يستفيد منها. الله والله يفك عوق أهل سوريا وغيرهم يعني من البشر اللي يعني يواجهون ظروف مثل الظروف. كل اللي تقدمون إن شاء الله يكون في ميزان أعمالكم. الشيخ خالد القصار إمام وخطيب ومستشار وعضو فريق حياة التطوعي، والأخت فاطمة العبد الجادل المديرة التنفيذية لفريق حياة التطوعي، شكرا لكم. شكرا لكم. الله يعطيكم العافية. إذن ناخذ هذا الفاصل ونرجع بفقرة أخرى.